شهدت كمان خليني اقول لحضراتكم القاهره نجاح منافسات البطوله العربيه لمنتخبات كره السله ده تحت 18 سنه واللي اقيمت بمشاركه 6 منتخبات عربيه. اكيد عايزين نقول كل الشكر للقائمين على تنظيم برضو البطوله اللي خرجت في افضل صوره تنظيميه. انا بقول لحضراتكم وفي ناس طبعا متابعه البطولات دي وفي ناس مش متابعاها، بجد اللي ما تابعش البطولات وما شافش الاوبننج والكلوزنج بتاعها خشوا على اليوتيوب، خشوا على جوجل، خشوا على الصفحه الرسميه للبطوله واتفرجوا بنفسكم، علشان الواحد لما بيشوف بعينه بيفهم الوضع عامل ازاي. فحاجه بجد بجد كانت حلوه جدا.